أحمد مكي منع خناقة بين بيومي فؤاد ومحمد سلام في كواليس مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن. المخرج اتدخل وفي خوف كبير على نجاح المسلسل اللي هيتعرض في رمضان اللي جاي. يا ترى ايه سر تدخل المخرج أحمد الجندي في الأزمة وكواليس فشل الصلح بين الثنائي؟ هل مشاهدة الكبير قوي هتتأثر في رمضان اللي جاي بسبب حالة الغضب بين بيومي فؤاد وسلام؟ حكايات وأسرار كتير هتعرفوها معايا، بس تابعوني لآخر الفيديو. أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام مستمرة من فترة بسبب مسرحية زواج اصطناعي اللي اتعرضت في موسم الرياض. كان لازم الاتنين هيجتمعوا في وقت من الأوقات، وده طبيعي علشان شغلهم الأساسي في مصر، والميعاد كان بدري قوي عشان خلاص رمضان على الأبواب، والاتنين مشاركين في مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن، وبيومي بدأ تصوير المشاهد بتاعته اليومين اللي فاتوا، وهنا بقى منع أحمد مكي الخناقة. بداية الحكاية حصلت لما المخرج أحمد الجندي اقترح يجمع بين بيومي فؤاد ومحمد سلام عشان يصالحهم لبعض. بس أحمد مكي حذره وقال له بلاش يا جندي عشان هتقوم خناقة محدش هيعرف يحلها. طبعا هو عارف طبيعة الموضوع أكتر وحب يمنع الجندي من الصلح بينهم عشان يمنع خناقة بين الاتنين. أحمد الجندي شبه سمع كلامه بس حاول بطريقة تانية يوفق الأمور، جايز يكون في نتيجة إيجابية. أحمد الجندي قعد مع محمد سلام لوحده وسمع منه وجهة نظره وحاول يوضح له إيجابية الصلح ده، وقعد مع بيومي فؤاد وعمل معاه نفس الموضوع، لكن لقى الاتنين مش عاوزين يتصالحوا خالص وكل واحد ليه وجهة نظره اللي متمسك بيها ومش عاوز يتنازل. هدف الجندي هو انه يعمل حالة نجاح في كواليس المسلسل قبل ما يظهر للنور ويحقق نجاح جماهيري كمان، بس ده ما حصلش. ولحد ما يحصل جديد قرر ما يكونش في مشاهد بين بيومي فؤاد ومحمد سلام خالص في الفترة دي، يمكن الامور يتصلح حالها. كلنا عارفين المشكلة اللي حصلت بين محمد سلام وبيومي فؤاد لما بيومي اتكلم عليه في السعودية وهو بيعرض مسرحية زواج اصطناعي اللي اعتذر عنها محمد سلام. بيومي فؤاد اتكلم في حق محمد سلام وكان محمد انور بديل ليه، والجماهير قامت بالواجب معاه، انتقدوه لما شبع لدرجه ان صفحته على فيسبوك خسرت متابعين كتير وصلوا المليون متابع، واضطر انه يقفلها لحد ما الامور تهدى. بس الجمهور السعودي اتعامل مع بيومي فؤاد بحب وود واعتبروه واحد منهم تقريبا، لدرجه ان المصريين قالوا خدوه عندكم. وفي انباء انتشرت على السوشيال ميديا ان بيومي فؤاد خلاص فاضل شويه وياخد الجنسيه السعوديه، لكن لحد دلوقتي ده ما حصلش. كلنا برضو عارفين ان مسرحية زواج اصطناعي عملت جدل بسبب فيديو الفنان بيومي فؤاد واللي اتكلم فيه مع الجمهور وهو على المسرح، وقال على محمد سلام من حقك انك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك انك تغلط في فنك، احنا مش بنيجي علشان نضحك، احنا بنقدم فننا المصري، انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا. ومن وقتها والترابيزة مقلوبة على بيومي فؤاد. يا ترى بقى الدنيا هتفضل كده ولا كواليس مسلسل كبير قوي هينجح في الصلح ما بينهم؟